تنافس مؤدون أردنيون في ساحة الرقص مستعرضين مهاراتهم أمام عشرات من محبي فن الرقص. وشارك المتنافسون جميعا في مسابقة دانس يور ستايل برقصات مبهرة لإلهام المواهب الجديدة في المجال وحث محبي هذا الفن على تطوير مهاراتهم في فن الرقص. وأدى المتنافسون رقصات مفعمة بالحيوية بأساليب متنوعة بينها الهيب هوب والرقص الحر وغيرهما. وفي نهاية كل جولة يختار الجمهور الفائز برفع بطاقات زرقاء أو حمراء اللون إلى أن يتحقق إجماع على فوز راقص أو راقصة. نتابع.